من هناك معايا دكتور محمد الشواتفي عميد كلية التجارة. دكتور محمد أهلا بك، وكيف هو الوضع الآن في الجامعة؟ أهلا يا مني. الوضع في كلية في جامعة الزقازيق اليوم الساعة 12 قام مجموعة من الطلاب الإرهابية بعمل مسيرة استغرقت حوالي 10 دقائق أو أقل من ذلك، وبالتالي ألقوا بعض الحجارة وبعض الأسلحة، لكن قوات الأمن تصدت لهم بحسم وتم تفريق هؤلاء الفئة الضالة المضللة في المجتمع، وانتهت المظاهرة بتاعتهم وخلصت على كده تقريبا، استمرت حوالي 10 دقائق او ربع ساعه كده. كم واحد القى القبض عليه يا دكتور؟ اعتقد حوالي 6 طلبه او 8 طلبه تم القبض عليهم، منهم حد من كليه التجاره، وان شاء الله بياخد مجلس التاديب وبيترفض، لان ما عندناش حاجه من الاثنين، يا اما جاي يتعلم يا اما يسيب الجامعه. اي حجم الخسائر الماديه ايه؟ كان في كلام انه يعني في واجهات المبنى، المبنى الاداري. طبعا حضرتك واحد في حاجات زجاجيه موجوده، فطبعا لما طوبه بتيجي فيها بتتكسر يعني. لكن الامور تحت ما فيهاش كتير يعني، هم كان هو عدد ليس كثيرا، لكن كان هناك حسم الامن الحقيقه، تدخل بسرعه وحسم الموقف بشده، لان جماعه الزقازيق الحقيقه واخده موقف حاسم من هذا الموضوع. الطالب اما ياتي ان يتعلم، واما نترك الجامعه وما عندناش بديل ثاني، يا اما يجي عندنا الجامعه يتعلم، يا اما يروح يقعد في بيتهم او يروح مع الجماعه اللي هو عايز يتعامل معاها، لكن لا يوجد هناك بديل ثاني. يعني الامور كانت هاديه من اول العام الدراسي ده يا دكتور لغايه اللي حصل؟ الامور كانت هاديه بالنسبه للمظاهرات؟ حضرتك يعني هو حضرتك برضه ايه؟ احنا هؤلاء هم عباره عن في الجامعه كلهم لا يتجاوز 200 طالب الى 300 طالب، لا يتجاوز في اي يوم مع اقصى درجه بالنسبه لهم. لكن هم النهارده كانوا استغلوا الحدث بتاع الامس اللي هو محاكمة مبارك، حبوا يستغلوها جماعة الارهابيه، لكن كان الموقف حاسم من اداره الجامعه بشكل حاسم وقاسم، والحقيقه كان الامن كان موقفا مشرفا اليوم، لازم استغل الفرصه واحييه على جهودهم استاذ مدير الامن وكل الناس الضباط المحترمين اللي هم كانوا بيحموا الجامعه الحقيقه، كان موقف هايل جدا النهارده.